Connect 3, Unit 8, Seasons of the Year. Seasons of the Year. Seasons of the Year اللي هي فصول السنة. 1. Look, listen and read. Who likes the fall? Why? 1. Dad, what's your favorite month? أبي، ما هو شهرك المفضل؟ What's your favorite month؟ لما أكون عايز أسأل حد عن شهره المفضل أقول What's your favorite month؟ 2. I like January because it's cold. I like cold weather and you. أنا أحب شهر يناير لأنه بارد. أنا أحب الجو البارد. وأنت؟ Number 3. I like August best because it's hot and I can go to the beach. What about you, mom? أنا أحب شهر أغسطس لأنه أكثر حراً وأستطيع الذهاب إلى الشاطئ. طب ماذا عنك أنت يا مام؟ Number 4. I like the fall because it's not too hot. In some places, there are very beautiful colored leaves. أنا أحب فصل الخريف لأنه ليس شديد الحرارة في بعض الأماكن ويوجد هناك أوراق شجر ملونة جميلة جداً. Number 5. I like the spring because there is a lot of sunshine. Today, it's rainy, but tomorrow, it will be sunny. Hurry. أحب فصل الربيع لأنه يوجد به الكثير من أشعة الشمس واليوم بيكون ممطر وغدا بيكون مشمس وهذا مرحي. هنفهم من الكونفرسيشن دي إن إحنا لما نكون عايزين نسأل عن الشهر المفضل هنقول What's your favorite month? What's your favorite month? طيب لما نكون عايزين نتحدث عن حالة الطقس to talk about the weather بنقول it's ونقول حالة الطقس وبعدين today. It's cold today. It's hot today. وهناخد من الكونفرسيشن دي إن إحنا عندنا 3 tenses. Number 1. The past. 2. The present. 3. The future. Past عبر عنه بكلمة yesterday. أما الـ present قال today. Future قلنا tomorrow. معنى غدا. طيب أول حاجة الـ past بيجي معها was. Was. زي ما قلنا it was sunny. طب الـ present جاب معها today وهي بتاخد is. يعني it's hot. طب future tomorrow وقلنا it will be cold. يبقى احنا لازم نبقى عارفين الباست والبريزنت والفيوتشر. بيج 25. نمبر 1. In November it's cold. 2. In August it's hot. 3. In April it's sunny. 4. In January it's rainy. اوكي هناخد من هنا الشهور بتاعه السنه بتاعتنا اللي هي جانوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر. جانوري اللي هو شهر يناير، فبراير شهر فبراير، مارس مارس، أبريل شهر أبريل اللي هو شهر أربعة، ماي مايو، جون شهر يونيو، جولاي شهر يوليو، أغسطس شهر أغسطس، سبتمبر شهر سبتمبر، أكتوبر شهر أكتوبر اللي هو شهر عشرة، نوفمبر اللي هو شهر نوفمبر 11، ديسمبر آخر شهر موجود عندنا في السنة وهو بيبقى شهر 12. عندنا هنا في بيج 27 which month are special to you. سألها سؤال بيقول لها ايه هو الشهر المفضل ليكي. ده برضو ممكن نعبر عنه باستخدام سؤال تاني اللي هو what's your favorite month. What's your favorite month؟ يبقى لما نكون عايزين نسأل عن الشهر المفضل بالنسبة لنا بنقول What's your favorite month؟ لو عايزين نسأل بقى عن الفصل المفضل بالنسبة لنا بنقول What's your favorite season؟ هنا زميلتنا سألها What's your favorite month؟ ردت عليه قالت I love May because شم النسيم is in May this year. أنا بحب شهر مايو علشان شم النسيم موجود في شهر مايو اللي هو شهر 5 هذا العام. بيج 29. When is your birthday? February 2nd.
When is your birthday؟ لما أكون عايز أسأل حد عن تاريخ ميلاده أو إمتى عيد ميلادك، فبرد عليه وأقول، فلازم أستخدم الكلمة الاستفهام بتاعتنا هتبقى، والquestion word بتاعتنا هتبقى when. When. When is your birthday؟ يعني إمتى عيد ميلادك؟ قالت February 2nd. February 2nd. Then you are in front of me. My birthday is on March 11th. Then you are in front of me. My birthday is on March 11th. Okay. Page 30. Read and listen. The earth moves around the sun. This makes changes in the light. The earth moves around the sun. This makes changes in the light and temperature. It makes the different seasons. The earth moves around the sun. يعني الأرض بتاعتنا بتدور حول الشمس. This makes changes in the light and temperature. وده بيخلي فيه تغيرات في الضوء وبيخلي برضو تغيرات في درجة الحرارة. It makes the different seasons. وده بينتج عنه أن بيحصل تغيرات في فصول السنة. In many countries like America and Egypt, there are four different seasons. في بعض القارات أو الدول زي أمريكا ومصر عندنا أربع فصول للسنة، اللي هما spring, summer, fall and winter. Spring اللي هو فصل الربيع، summer اللي هو فصل الصيف، fall اللي هو فصل الخريف، and winter اللي هو فصل الشتاء. يبقى in many countries like America and Egypt there are four different seasons. In many countries like America and Egypt يبقى احنا عندنا في القارات زي مصر وامريكا يبقى عندنا اربع فصول للسنة، اللي هما spring, summer, fall and winter، الربيع والصيف والخريف والشتاء. In some countries like Uganda in Africa there is one season. في عندنا بقى بعض البلاد او بعض الدول زي اوغندا، ودي مكان في افريقيا، there is one season، عندهم فصل واحد بس طول السنة. اوغندا is near the equator and it has the same weather all the year. عندنا حاجة اسمها خط الاستواء، واوغندا قريبة من خط الاستواء جدا، ولذلك عندهم نفس الطقس طول السنة، عندهم طقس واحد طول السنة. طيب، in spring plants and trees grow and we see flowers. في الربيع احنا عندنا الاشجار والنباتات بتنمو وبنشوف الورد في الربيع. In summer it's very hot and we can go to the beach. في السمر بقى في فصل الصيف بيبقى الجو عندنا حر جدا واحنا لازم بنروح البحر. With our family مع عائلتنا. In fall في الخريف the leaves on the trees it changed to orange and they fall on the ground. اما بقى عندنا في فصل الخريف ورق الاشجار بتاعنا كله بيتغير بيبقى لونه اورنج وبيقع على الارض. اما بقى عندنا in winter it can be very cold. في الشتاء الجو بيبقى فعلا برد جدا. In some countries it snows in winter. في بعض الاماكن بيبقى الجو فيها جليد بتنزل تلج زي ما احيانا بيحصل عندنا. بعد كده عندنا بيج 34 هنعرف learn sounds with BZB, SPR and STR. 1. Listen and repeat. 1. Spring. Spring. Repeat after me. Spring. اللي هو فصل الربيع. 2. Spray. Spray. 3. Street. Street. اللي هو الشارع. 4. Strawberry. Strawberry. طبعا زي ما كلنا شايفين في الصورة دي الفراولة. Strawberry. Number 5. Straight. Straight. اللي هو نمشي على طول أو طوالي. Again. Repeat after me. Spring. Spring. Spray. Spray. Street, street, strawberry, strawberry, straight, straight.